السلام عليكم. وعليكم السلام. حداك اختي الله يعطيكم الصحه. صح دو ما غريسه ام حليمه. الله يجزيك. طيف شكون قال عريسه ام حليمه؟ ما حد قالت. اللي جات السنه وفاه. انا اعتذر. لا لا تبارك الله عليكم والله. هذا انا كنتفرج فيهم تبارك الله عليهم. كلشي غزال كلشي متزوج تبارك الله ما شاء الله عليهم كلهم. ما تفضلوش قدام. قلت لك انا ما تفضل. ما شاء الله. الله يرحم عزيزي غالي والله. الله يسلمك. 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 الله صافي راه قلنا مور بسلام على تيسي. احنا راه القلب ولا بعدا قلنا قلنا مور بسلام. كل العقمه ان شاء الله. انا نزيد نزيد ان شاء الله. يا ديري وليك ان شاء الله. ان شاء الله. انا قال لي انا عيب ذكرني انت خرجتنا من القائمه. هذه الجماعه انا خرجت ناخذ تما حنا بالناس بس انا كنا درنا دراري مش معنا اختي لا صبح والله ديال الله. الحمد لله اخواتي والله الا والله يسهل عليكم الله يفرحكم امين. ونخليكم صحتكم ولا دبتوا راسكم صراحه الله والله الا ما كاين لا دابا الله يحفظكم والله الله يرحم الوالدين. السلام عليكم الخير اختي وفاء. والله اللي كاين حبينا والحمد لله. دابا غنشوفو اختي رشيده شنو كتصايب هنايا. غنصايبو الديسير ديالنا ان شاء الله. ايوا المهم نتمنى يقبلوا علينا ومرحبا بهم الف مره. الله يتقبل لهم هذه الزياره ان شاء الله للمقام الكبير العقبه للجامعه. شكون اللي ما يتمناش اخواتي يوصل ذاك المقام ان شاء الله. المهم حنا بغينا نفرحوا بهم غير شويه نحسوا بهم نحسوا بديك الاجواء ديال العائله نحسوا بلي راه العائله معاهم. ونتمنى ان شاء الله ملي يمشيو يدعموا معنا تا هما شي دعوات الخير ان شاء الله. هذا شوف سبحان الله العظيم ما كراسك مشيت خويا من عام دزت عليها باش تبدا وليده. نعم والله العظيم. صور ما عمرني مشيت دابا شي ثلاثة د المرات كنمشي عند الوالده ولا أربعة د المرات مورا الجنازة ديالها. فوقاش مما مشيت كتقول لي كتبغي تهضر غير على داك المقام ولا الجو ديال الحج كيفاش يعني الحديث ديالها كامل زين وزاد داك الشهر بحال هاد وزاد تما عام. قلت لها ماما شفت مزاي انا كي طلعت غير قالت لي فارح فرحة بالله. هذا الشيء اللي كاين مزيان. تبارك الله اختي رشيده. نشوفوا حصه شنو كتصيب هنا. انا كنت من هذا هو العيش قضيه يحكي عليه من هذا الشيء. انا معك واحد الوحده كان شوف دابا راه صايبتهم غير نغرق شويه الموس باش يتفكوا لي دغيا. سير حسن شوف شوف كيف هادي زوينه هادي. يا حفصه يا حفصه اه هيا حفصه شوفوا هنا الحال تبارك الله. شوفوا هودا شنو تقدات لينا. شوفوا يا سلام نسيب الله ما عندي. شوف تبارك الله هذا ولد الفقيه ديالنا مولاي المهدي حاج المهدي الله يعمر هذا الشيء واعر وتتمنوا لي السلام. داك الشيء غزال والله. تيقنع تيقنع تبارك الله. شنو ولدي هذا؟ بولو ولدي قالت له هذه راه حكيتها عاد يا يا الزليقه الخوش ما كاينش الزليقه تيتي انت مكلفه بالشوار باش تطلع الشوار. انا الشوار عرفت كيطلع. يا شوفوه يلاه شوفوه يلاه على مولانا. شوفوا الشوار ان شاء الله. لا لا ما هذا تفعيل لا لا ما كتهضري لا لا يا ورا حنا فرحانين ما خد انا فرحه ولدي وليه لا يخطي الحبابه ولدي والله القسم الا تيعمروه تيعمروه على القلب لا يخطي جمعيه الجمعيه والجمعيه الزينه قالت لها ام رحمه مسكينه شنو تقول لي؟ اه مرحبا بك مبارك هادي مبارك كبير هذا سلام كاع انا كيعجبني شنو كاين وليد ولا بنيه؟ شنو كاين عند عروسه؟ مازال هذا ولدي مازال الله عندك شي على صدره ايوا ما يجيب الله ان شاء الله ان شاء الله ربي بغيناه الله بغيناه. غادي نشوفوا تيتيش ما كطيف تيتيش انا كطيف غير مع هاد الجوج هادو ويلي ولي مرولين هنا مسكين اسامه اجي ولدي علاش كتبكي؟
أسامة. شكون دابا شنو دارو أسامة شنو دارو؟ الله ينعس السوق كلب فريت عندنا العفارت هذا والله يحسكم وشتكم والله اللي قاسوا على هذه الرساله هذه لعبوا وسكتوا الا ضربوك ضربهم شوف الا ضربوك انت الدنيا ما كاين دخليها يا حفيظه يا حفيظه يا حفيظه حطيتوا لنا ديك الماكله وداك الخير كله لكن ما قلتولناش عيدوا الجلال حنا غنجيو معنا لا والو عندك في غاس تمشي حفيظه واش حفيظه غادي نجيو الضيافه ديالك سيمانه ما غنتفكوش معاك بها ان شاء الله ديوك الحمام والحنيه لكم راه كاين في العزوك والحنين لكم والله الخاصه ما قدرتكم حد والله المتتبعين لك انا وين نمشيو سكتو انس شفت هاد المفاجاه يعني ديال هاد المشي هادي وسمعت حفيظه جات عندنا شغنقول راه كنا ناويين نجيو كاملين والله بنتي واخا ما جينا راكم في القلب انا ساكنين باش تقلي لي حنا الله يخليك بنتي راه حنا كنا دار وحدايا ولدي الله يرضي عليك بنتي والله انا غادي نعطيك الكود دابا انا اجي تشوف شو الشوات والوالده والده فاطمه كيطلعوا لكم دابا يجي دابا يجي غير اجي معنا الوالده حبيبي الحاج راه مشى يسمو لي ولي الشواطه العناضي حبتي نديرو المناظرة ولا نديرو معاها هاتي؟ 10 على 10 المناظرة ولا هاتي؟ الله يرضي عليك هاي هاي المناظرة ولا هاتي؟ ولدي ديتو غزالة ولدي الشوا كيعجبني صراحة طيب والله العظيم هما مالين الشوا هما الشلوح إلا ما كانش العرس بالشوا ما يدار إيوا سبحان عظيم الوالد شنو واش يدير الوالد بعدا؟ دوك العرس تشوا الوالد اش الوالد طافي عليك الضو كاس هنايا بوحديت مالك؟ اش كتقول الناس اللي كيهضروا علينا والناس اللي كيشجعونا وحتى الناس اللي كيقولوا دوك الناس راه كدا شنو كتقول لهم الوالد؟ شكون هما هادو اللي كيهضروا علينا؟ ايوا سيدي اش غنقول لهم الله يهديهم وهذا الشيء ما نقول لهم شوف واخا يهضروا علينا بالحق شي حاجه تنديروها ماشي هي هذيك غير يهضروا بالحق ماشي مشكل الحمد لله حنا تنديروا غير الحاجه المزيانه اللهم لك الحمد والوالد واش ناديو شي واحد حنايا؟ لا حاشا يا ربي يا ربي انا كنت ادي شي واحد راه ما نقولش انا ما ندخلش معاك في هذه القناه كاع لا انا لا امك لا والو ايوا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الله يخليك الوالد صافي دابا مرحبا بضيافكم الحمد لله كيف بقيتي واقيلا ما بقيتيش كتقدر تمشى بزاف الوالد شويه ولدي شويه دابا الركابي عندك شنو عندك داك الشيء الوالد في الركبه اليسرى ولا اليمنى؟ عندي دابا هذه حتى هي دهشه ولكن عندي هذه شويه بزاف بزاف كاع اش عمرني انا شكيت عليكم وانا قلت لكم شي حاجه عمرني ما قلت لكم شي حاجه تضرني لا والو وانا فاش ضرتني راه ضرتني والله يشافي جميع عبدي امين اشنو فين اتيتي؟ ها جاي اختي شوف الشوا عندك هنا كيفاش جا ومتابعينا الاوفياء الشوا ديالنا راه مجدد له كلشي ها الخص ديالو الباربا ما تفكرش في هذا روينا المتتبعين عادي عادي الله يلا اختي يا سلام تفتحوا عليه كاع؟ لا شنو هذا؟ لا ما طافيش خليته غير واحد شويه باش شوفي شوف بلا ما تعري عليه ما تعري عليه ماشي مشكل معليش انا عاوز يا سلام هاتي طايب والله الا حسن من الفران الحسن يا سلام هكا انا كنفضل يتفور في الدار حسن من ذاك الفران يلا بقاو معنا ان شاء الله غادي نشوفوا المحطه ديالنا كي غتكون كاينه واحد المفاجاه اكيد اللي سمعت انا يا تيتيش غتمشي والله ميزون تي وحفصه هلا نهار القاسم الا هادشي اللي سمعت ايوا واخا ما كتبنا والو حنا بعدا مستعدين نمشي شو والله ميزون لا ندير شي ستوري واش بغيتو اوتوماتيك ولا نورمال؟ لا لا خويا كيف ما كانت المال صوبوها ما كاينش مشكل اوتوماتيك اللي كان السلام عليكم والله كيتفنن وشوف الدراري ما كاين غير الروينه شو 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 هذه والكيكا حفصه شاركوا معكم الديزاين ندبر سيدي هذاك ما صبتي لي من البيت لا لا شو هذا فمك يدير شو 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 بغيتي ديال الضياف سيرو تلعبوا دابا سيرو تلعبوا جيبوا شي دوره جيبوا شي دوره ريان جيبوا شي دوره جيبوا شي دوره سيرو تلعبوا لا هذا ديال الضياف تاس اليوم الضياف وناكلو حتى حنايا نشوف صافي غادي تسالي كترتاح ولا دابا انتم حفصه لا تشوفي انا بعدا كنحمر هذه كيعجبني عرفتي كان الطاقة ديالي كاملة كنفرغها هنايا صافي صافي الله درنا التفاح درنا الليمون وغادي يجي البنان البنان المزه هذا الشمعات الكيوي الكيوي ولا شفت هاد المرة ديك شتي الموك داك الشيء ياكلوه بالمعلقة هو ها هي بلاصتو الحسن كاينك واخا ضر كاينه له بلاصتو ياك هذيك راه بلاصتو الله يعطيك الصحة صح بلاصتو هكذا شوفي هذيك لا غنحيدو غير كت هذا باغي الزواقة وصافي
يا سلام البنات هما تبارك الله كيفاش يصايبوا هادشي هذا وهادشي راه ماشي يعني راه ساهو الضياف كثر وكثر تبارك الله ما شاء الله حفصه شنو كتصايب هنا يا حفصه تتفننين يا حفصه تفنن الابداع يا حفصه شنو الاخر شنو بغا يدير بغيتي تدخل تما يا دخل تخبى دخل تخبى باش ما يشوفوك دخل هكا وسد عليك دخل 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 علاش ما يشوفوك يلاه سد عليك دابا هاكا يلاه فين هو ريان بلاح ريان فين هو ريان فين هو ريان اجي نوريك ريان فين هو اجي شو الاخر بغا يسرق اسمك انت دخلت تما انت دخلت تما وتخبى اجي نوريك فين تخبى انت ماشي تما ماشي تما اجي دخل انت معاه حل هادي حل هادي انا ها ريان نازل حصا متابعين الاوفياء هادشي رائع الصراحة وجميل وشوفوا صفوان أنس جري شنو تقول للمشاهدين أنس شنو سر الرحلة ديالك؟ سان صاحبك سان صاحبك سان ما تبارك الله يعني ها انت فاطمة الزهراء اش كدير فاطمة الزهراء هادشي اللي هنايا عندك راه اه يا ريان حيدوا داك الزاج كاع راه غادي يفقدوا شي حاجة غيهرسوه سيروا تلعبوا في البيت سيروا تلعبوا واه دابا غنضرب لكم شي دوره السطح ان شاء الله يا ربي نشوف ام وحليمه الطباخه تما حتى هي حفصه هي كتشد من التركيز عالي فتشوف ان شاء الله ديك الساعه النتيجه كيف غتكون نرجع نشوف النتيجه صافي برافو هادو هاهي توعد يا حسن الله يدعك كاين الابداع اقسم بالله حتى هو دا مسكينه هي كتسخر حتى هي واخا نمشي نجلسو نعطيك الصحه كلشي تبارك الله خير شوفوا الصوره ديال ام رحمه عطنا شوفوا الصوره ديال ام رحمه لاله شوفوا التصويره ديال ام رحمه مسكينه الله يرحمها الوالده الوالده شفتي هذا لا يا ولدي شفتيها نفس الدار مازال عاد بغيت نكبرها انا بغيت دابا نخرجها نخرجها كامل خاصة عندك بزاف ديال التصاور ونخرجها غادي نخرجها دابا رجلها مزيان غير شو عليك انا جيت نجبدها عاد تكسر التليفون غير شو دابا غير شو كنبغي هنا في هيا وسكينة ها هي مزيانة لالا هكا هيا كنطفي هاد الضو هذا الخوت باش تبان ليكم ان شاء الله يا ربي مزيان هاهي هادي هادي هي مين الواليد ومين باق الدور ومين لالا دليسي ولالا فاطمة وعمتي مسكينة الله يرحمها باش نزيد هكا باش تبان لهم مزيان الصراحة هي شوية بحال في التصوير ديالها بحال ما مضبة شوية ها شوما الخوت تقدروا دابا تشوفوها مزيان هاهي شوف تبارك الله دير الفاسي ودير الحنه هنا في يديها ودير هذاك الدبليج ها انتما خاص عليها الحنه ها انتما كتشبه لاله فاطمه واحد شويه ها انتما كادي كتحض عليها واحد بنت اختي من خارج مسكينه تعطيها التحيه لرشيده رشيده مسكينه الله يسهل عليها التحيه من هنايا مسكينه اللي سيرتها لي وغادي نكبروها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا سيدي ربي دابا نكبر لا لا نخرجها غير صيفطي لي في الواتساب انا وصافي واخا ولدي واخا الله يحفظك والله يستر كما الاعاده غادي نشد معكم السطح الصراحه اجواء السطح كيعتجبكم الصراحه المتابعين كما تنرتاحوا حنا لهذا السطح ام حليمه يا شما ندخل عندك الكاميرا ما عليكش لا لا ايوا نتشاور ياك واستاذنوا ايوا الصراحه دي ها متابعين كيصوني على ام حليمه والده نعم اولدي الضيافه والقلب الكبير الله يعطيك الصحه ايوا يا ما كانش بحال انا قلبي كبير قد الدنيا وما فيها الله يعطيك الصحه ولقانا كل شيء ياكلوا كل شيء يشربوا كل شيء اش يا ولدي غير اش باسك على راسك واقفين وقفه مزيانه والله يرضي عليهم اولدي الله يعطيهم رضا محمر الليل وجه ديالي ولديال الضياف دياولي الله يعطيهم رضا والله يخرج الخير في وليداتهم ووليدات الجميع ان شاء الله ويتبرعوا كيما راني مبرعي انا مع رئيساتي امين يا رب امين ايوا راه خدت كلمه مسكينه مع حليمه شوفوا الدجاجات فينا هما اه كاينين فينا ام خبام ام حليمه عارف غير شكون خبام شي قسم يطيح عليهم حتى واحد شوف ديهم اليوم ام حليمه الله يعينك اه هما دوك الدجاجات تبارك الله حاجه هو ما تاكلش فيهم وحده السوسه راه فيهم وحده من السوسه ديال الحاجه ها هي صافي برافو هادو فيهم الملح ها انتما درنا شحال درنا اربعه تبارك الله تبارك الله هادو ايوا مع الشوا ولدي ومع الرش مع السفاح درتو حتى السفاح درنا حتى السفاح ها هي خاطر حليمه غادي الضغميره ها طابت شوف الضغميره ام حليمه ديالك ان شاء الله يربي هاد الضغميره ديالنا ام حليمه هذا غير ما حلا لا تمرين الضغميره هي برا صافي يلاه برا نشوفو ام حليمه هي هذا ديال الفروج ديال الحاج ديال المسوس الله يعطيك الصحه
ايوا كاين تبارك الله هدي سير كاين المناضه كاين كل خير كاين الويل والله ولدي لا كل خير كاين دابا مسكر بدنا الطبالي قال لك غير هذاك سكروط راه كافي قلنا لهم والو قصروا معنا وراهم عزاز وغاليين امين الويل انا الله يعطيك الصحه هذه انا توصيل هاي ايوا الله يعطيك الصحة أم حليمة ما عندي ما نسليك الله يعطيك الصحة أم حليمة صح باش طيبتها من قبيلة الله يعطيك الصحة يا أم حليمة صافي شكرا ودابا تبقاو معنا متابعينا الأوفياء بما حطينا إن شاء الله أجواء مغربية واحد الجو تبارك الله نشوفوا الويدا جو صحيح هكا نوض هكا نخرج حتى حيت أنت كاع لا لا ما وصف أنا مع وليداتي حتى نهاية فينال اشوف الاجواء الاولى اجواء زوينه ولدي عاد فاين الضوني عاد فاين الضوني عليك ان شاء الله الا بغيت نتفضوا على رقمتي باش ما نديرونجيوش الناس حتى الليل الليل والحال بارد زوينه الدنيا انا الصباح حنا ديما هذا الوقت تنحبوا ما تسدوش انا ساكن فاتيا من هذاك اي تالاش من الوقت تبارك الله واللي بغى شي حاجه تا يديها واللي ما سمعتني هنا المدرسه لا الدنيا ما عندكش شي غزاله تبارك الله ايوا غزاله امي الله يدومها علينا ان شاء الله يا ربي ايوا صوبني في العشاء ديالهم الله يرضي عليكم ونفرحوا بضيافنا راه ماشي ضياف راه هما اللي مطير هادو والله قسم اولدي ايوا مرحبا بهم الكم مرحبا ولدي واش كما تشوفوا تبارك الله البنات تيصايبوا هنايا شي واش شي شي ان شاء الله يا ربي هذا الديسير تبارك الله ديالنا رائع وجميل هذه الموضه تبارك الله والبنات كيصايبوا كل الخير تبارك الله كل الخير تبارك الله الله يرضي عليك دابا نمشيو نرحبوا بالضيافه كالبيضه والله مرحبا بكم يا راه جيبوا لنا الغسيل شكون غدور لنا الغسيل صامي الى نهار كبير شكون غدور لنا الغسيل غتعطي فاطمه الزهراء ولا يلاه شكون يدور لنا الغسيل خصها تدور لنا الغسيل يا راه فاطمه الزهراء الغسيل فاطمه الزهراء يا راه فاطمه الزهراء يا راه جي الويده لا تعملي ديك الكاميرا صحي لينا الويده صافي الوالدة راه عارفة كلشي هما غادي يكونوا عارفين ان شاء الله عندك الحاجة تشدها صافي الوالدة غير يا مرحبا بكم الحاج قرايب حفيظه ادريسيه لبني ابنياتي كلكم مرحبا بكم ها ولدي راه دارهم هذه بلا ما نقول والله قسم الحاج اي والله يديكم ان شاء الله كيفاش خدام على مرحبا بكم هاي الله عليك دابا تعمر دابا تعمر دابا تعمر خاص غير شويه الصبر الله يلا الصبر هو كل شيء ايوا مرحبا بهم لا داكشي اش غناكلوا والو ها مرحبا بكم النهار كبير نهار كبير هذا يلاه الويل شوف شنو حنا ان شاء الله غير عبيده هي هذه داك الشيء خلي الكرسي غتكملوا لي الكرسي طابطين زهره شنو الويل ها يا ولدي واقيلا جرحتي والله الا ضربت يدي طير سهله غير مشى ولدي مني داير دابا تتكون لاصقه وحده على وحده راه مشكل مني تاتي دابا تجبدهم تيكون شويه غزير سيري خذ الله يعطيك الصحه صافي سيري هما تابعين الاوفياء دابا نشوفوا ان شاء الله يا ربي نسيبرها امالك هي 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 خواش خاطر حنا ما مشيت عندها صافي طيب الدجاج طيب السفا كلشي عندها من رجل مسكينه عندها الله يرضي عليها يلاه شكون رايح الدجاج دابا اين هو اللحم يلاه تيتي اللحم تحت صافي الشوا دابا تحت يلاه جيبي لنا داك الشوا نجيو نهزو معاك ولا بلاش ها كيفاش صافي ما عطاكم الصحة صافي كلشي من رجل كلميكاتهم ها هو صح صح ايه شط الطيفه دي هنا شوف هاي 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 طب بزاف طيب هذا تبصيل تبصيله كفيفيه هكا عاد تبقاي تهزيه وتحطي ايوا الشوا عاد هو اللي يكون طايب ها كزيد داكشي كامل لا تقيل عليا نقلبها في الطريق يلاه سير هكا هذا النص تبارك الله شحال ماشي نعاونكم شي حاجه صافي ما عنديش انا غير قلبوش قلبوه صافي داكشي خفن زربنا بالناس بحال هادو النيت ماشي مشكلة ماشي ندخل انا لا لا غير صح هادي شوف قلبي على فمو نحاولو على الشكل ديالها عرفتي خاصك تزيد يديك اجي خويا دير يديك واحد احسن ما يقولك ما كانش فيه الدم انا هنايا لا صح نعاونك اه انا وديت عبد الديك داك
ولا ما الويدا كل ورا العنزي هذا. لا 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 العنز ياك. نحاولوا على ديك الطلعه. طلعوها كامله. بسم الله عاد عاد نجيب شي. اي طريقه. اي تمام. ها هو تزت راشده غير اش. صافي مزيان برافو عليك. عرفتي شحال سخون؟ وليد غندير بحال الوالد نقول لهم وكون خليو له حتى البلاصه ديال البيرطو ديال الى صرا بقى مكلك هنا مابقاش كلاو كلشي قالوا ما عندك كلاو كلشي راه زدك الطبق بيناتكم البنات ان شاء الله يا ربي وغندخلوا كاملين غنرحبوا بهم دخله وحده وديك الساعه غنديروا لا فيديو ديالنا ان شاء الله يا ربي ديروا في واحد نشوف واحد الصوره هنا هزوا بيناتكم الله زيد الوالد حداهم هنا جاكم واعر يلا كاملين غنقول لهم مرحبا بكم كاملين حتى بكم وغنهي لا فيديو نيت ان شاء الله يا ربي حصان عندك غير شويه مرحبا بهم نيت مرحبا بالمتابعين ديالنا مرحبا بكلشي ان شاء الله يا ربي الحاجه باش ما شدها صافي مزيان عطيني بزاف صافي الحاجه غتبقى ياك ما تدوري عندي ما والو غنسمعوا واحد غندير واحد الصوره تذكاريه بعدا ربي يشوفوا فيا انا كاملين نخليوا حاجه عطينا بالضبط يلا شوفي انا الحاج ايوب كلشي يلا شي مرحبا بكم احصا تكون هي هذيك مرحبا بكم وايدا عاشوك الحال ناشطه لا ناشطه ياك هي هذيك بزاف هذه هي الاجواء اللي كتبغي تسمعوها كتفرح علينا يعني هذا واجبي من المشي ديال رمالين الدار وراه غير الوقت اللي كتفرق بها والخدمه وهذا ما كان داك الوقت كنت هذا راه غير شي ما غادي يتوقع على شي وين ديال الوقت ديال الهجري على شي يلا متابعين الاوفياء ستيما ديال لا فيديو ان شاء الله خلات جون ان شاء الله يا ربي مرحبا بكم والله قسم الحاج اليوم بعد الهم والله ما يبعد عليه اش غيبعد والله ما يبعد عليه ها غير الجدي هذاك ايوا صح لا تسالوا كل خير وتسالوا كل خير ايوب مرحبا بكم والف مرحبا دابا غندخلوا الدجاج ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه زين يلا واحد الدجاجه راه مسوسه تما شوف هنا فيها الزيتون هذيك اللي فيها هذيك عطيها للحاج ياكل منها راه مسوسه غنشوفو الخوت دابا ان شاء الله يا ربي غنشوفو يلا شوف غنقول انا بسم الله والله ما تسنى شي واحد بسم الله بسم الله بسم الله خليه يهاجمو شوفو هو قابل داك معنا الحمله هنا ومعنا الحمله الحمد لله طيح 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 شوفوا خليونا هنا ناكلوا وهذا كله نتوما مازال هي عامر انتما الخوت ما نقدرش نصبر صح تبعيني تبعيني الريح صح انا شبعت انا وانا شبعت هو خليونا انا طفيت الكاميرا صح اللي بغى يشبع ايه انا طفيت الكاميرا اللي بغى ياكلها ايه كوكو طحون ما كاينش اختي سيري بحالك ملحان زيدي نسيبه زيدي وغناكل اختي انا ما نقدر نصبر شي واحد انا غناكل والله الا فات الكاميرا وما يزيدوا على رقبتي اش ندير راس بيت ما كاينش ندير راس بيت طفيتها نيت صراحه انا جيت لقيتهم بغاو يزيدوا وايلي
مازال ما زادوش. شكون اللي مازال ما كلاش غوتولوجي ياكل؟ الصراحه بغينا اسي صافي مزيان. ماما زين. راه شكون اللي ما كيديرش هذه القاعده فاش كترجعي الماكله حتى كياكل؟ السلام عليكم. كيكون انا عاجبه شي كل شفافيه وكل وضوح. كلوا سيادنا بسم الله. ما شئتم. بين الاوفيه كما كتشوفوا دابا الصفه غتمشي تبارك الله هي هذه سيروا البنات سيروا وهذا الزواق بالكراميل بالكراميل هو اصلا درنا الكراميل فاش بغيت نرغبو نعم واحد المزيد راه حقك ها واحد ما تقولش نسينا انا طلب محلي ها انت يا ام محلي معاه حقك راه مازال اللحم هذا ماشي تاعنا راه خبعناه باش ما تلقاش الباقيه الباقيه الصالحه يعطيك الصحه ومحيمه حيد الفزوره ديو الصفه ديال الصفه واعر انتما شعاب وخذا جاكي حمر تابعين الاوفيه دابا ان شاء الله في هذا الاثناء ما بقى لنا الا نقول لكم مع السلامه ان شاء الله في هذه الاجواء العائليه الوالده سي وفاء سهلي كل خير والله الا تسهل اخويا ايوب اللي كنا ناكلو ايوا علاش بديت تسهل هما هما يضاو تسهل والله الا كاين زمان السعوديه درتي سيره الرحيل تحسب لك هي الله يرحم 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 لا بحال والله تبارك الله عليك امين 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 امين